طبعا في إنجاز وفخر جديد بالإرادة والعزم، حققت المستحيل. أفراح العثمان طالبة الدكتوراه المتخصصة في علوم البحار بجامعة الملك عبد الله، وعضو فريق رحلة استكشاف البحر الأحمر على متن أوشن إكسبلورر، وهي أول فتاة عربية تقود غواصة مسيرة غير مأهولة في المياه العميقة. أكيد راح نتكلم معها حول هذا الإنجاز، ونرحب معنا عبر الهاتف أفراح طالبة دكتوراه في العلوم البحرية. أهلا وسهلا فيك أفراح. أهلا وسهلا، تسمعوني؟ أكيد نسمعك، صوتك واضح جدا. أفراح، كلمينا عن رحلتك العلمية يعني، وعن هذا التخصص واللي جدا جميل في علوم البحار. بداية أحب أرحب بكم وأرحب المشاهدين لبرنامج سيدتي من على متن سفينة أوشن إكس إكسبلور، وأشكركم على استضافتي، وفخورة بأن البرنامج يسلط الضوء على نجاحات المرأة العربية في جميع المجالات حقيقة. بداية لما تخرجت من البكالوريوس من الأحساء بتخصص الأحياء، قدمت على برنامج الابتعاث الخارجي لخادم الحرمين الشريفين، واخترت آنذاك كندا، بالتحديد مدينة هاليفاكس لاحتوائها على جامعة دلهاوسي، والتي تعد من الجامعات البحثية العريقة. نعم. فلما درست في جامعة دلهاوسي تضمنت دراستي للماجستير لتسميد المحيطات، تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري ومقاومة الكائنات للتغيرات البيئية في المحيطات. وبعد أن انتهيت تعلقت بقربي من المحيط الأطلسي، لأنه كان محيط بهاليفاكس وبكندا ودراستي عليه. فلما عدت للوطن رغبت بشدة أن أكون قريبة من البحر الأحمر وأن أدرس بعضا من أسراره، خصوصا أن الاكتشافات والبحوث على البحر الأحمر لم تكن غنية آنذاك، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كانت الأكيد المكان الأفضل لتحقيق مثل هذا الهدف. أفراح، ما شاء الله عليك، يعني شعورك والوطن كله أتوقع والعالم العربي فخور فيك كأول فتاة تقود غواصة مسيرة غير مؤهلة في المياه العميقة. لا أخفي عليك، حقيقة هو شعور بالمسؤولية الكبيرة، ولكني أعلم أنني بإذن الله تعالى سأستمر في جعل بلدي فخورة. وأيضا أريد أن أخبركم من هنا أن هناك كثير من الإنجازات في الأيام القليلة القادمة سنحققها أيضا خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر. نعم. لما تقولين استكشاف أفراح، يعني إحنا نعرف علوم البحار أو اللي هو أعتقد المارين بيولوجي، صحيح؟ وصححيني إذا كنت غلطانة. مارين ساينس. ايوه، مارين ساينس، اوكي. طب خلينا نتكلم عن الابحاث اللي قمتوا فيها، الدراسات اللي قمتوا فيها، الاكتشافات اللي اكتشفتوها في البحر الاحمر الى اليوم، ايش هي؟ يعني كلمينا بشكل مختصر. حقيقة أنا حاليا أركز على التنوع الأحيائي في البحر الأحمر. نعم. وأركز على السلسلة الغذائية في البحر الأحمر سواء كانت على السطح أو في العمق، وأيضا ندرس تأثير ارتفاع درجات الحرارة، العوامل الأخرى التي قد تؤثر على هذا التنوع الأحيائي على طول البحر الأحمر من الشمال إلى الجنوب، على السطح أو إلى العمق، على السلسلة الغذائية كاملة، على العمليات الأيضية في البحر الأحمر. وهناك على متن سفينة أوشن إكس إكسبلورر الكثير من التقنيات التي تساعدنا في إنجاز هذه الأهداف الدقيقة. أفراح، إيش السر وراء حبك للغوص في عالم البحار؟ خلنا نقول انه من منا لا يوجد بينه وبين البحر عشق، صح؟ كلنا نعشق البحر. كان من الجميل ان اكون قريبه بهذا الشكل للمس البيئه البحريه، معرفه تحدياتها والتحديات التي يعيشها الكائنات فيها ويقاومها كل من يعيش في هذه البيئه، وهي حقيقه اذا نظرت لها عن قرب تشبه تحدياتنا نحن البشر بشكل كبير. نعم. أكيد يعني البحر يعني جزء من نظامنا، أو نقول دورة الحياة بشكل عام. خلينا نتكلم شوي عن دور الناس اللي مو في مجالك أفراح، يعني الناس اللي ما يعملون أبحاث، كيف هذه الأبحاث اللي تقومون فيها في جامعة الملك عبد الله، أو أنت يمكن وفريق العمل اللي معاك، كيف أنها تؤثر على بيئتنا، المحافظة على هذه البيئة، كيف ممكن أنه إحنا نأثر على الناس أو المواطنين بشكل عام أنهم يحافظون على هذه البيئة اللي أرجع أقول أنها جزء من نظام الحياة أو دورة الحياة؟
طبعا بحكم انه البحر يشكل 70% من الكرة الارضية، فبالطبع ان الماء هو جزء لا يتجزأ من المصادر المهمة لنا في الحياة، سواء كان مصادر للاكسجين، مصادر اقتصادية للطعام ولغيرها. ويمكن اغلب الناس خصوصا اللي مش في المجال العلمي يغفلون عن هذه الاهمية، ولكن هذا دورنا يأتي نحن الان الجيل الجديد، يأتي دورنا في نقل اهمية البحر والعناية بالبحر. لاننا مثلا خلال هذه الرحلة قد نكتشف ايضا من الملوثات في البحر مثل البلاستيك او الاشياء، الناس اللي تروح للميناء او تصطاد او تروح على الساحل من اجل الاستمتاع، هي لا تعي بان ما ترمي من اوساخ على البحر فهي مع مرور السنين تكون في عمق البحر وتؤذي الشعب المرجانية، تؤذي الحيوانات نفسها. انا بنفسي شاهدت من خلال قيادة هذه المركبة وتسمى بالأروبي أن هناك سمكة كانت محشورة داخل بلاستيك، فنأسف لرؤية هذه الأشياء. فنحن من منبرنا هذا نود أن نسأل للناس أن يكون لديهم أكثر وعي في الحفاظ على البيئة البحرية. طيب أفرح، خليني أسألك سؤال كذا شوية خارجي. أنا مرة يعني أحس أني تعمقت معاك بالسوالف أو معلومات اللي قاعد تعطيني. بس خليني أسألك، قد سبق وأنه صار لك موقف مخيف؟ أنه يعني في البحر؟ يعني حسيت أنه أنت خفتي في البحر، داخل البحر، صار أي موقف؟ أي شيء صار؟ طبعا في المرة هذه، وأنا عملت كروز قبل، كانت في سفينة أسرار من سفينة أوشن إكسبلورر، فكنا في الوينتر كنا متجهين إلى النورث، إلى الشمال، إلى أيوة الشمال. فهناك كانت مرة يعني الأمواج عالية، كانت الأمواج ترتفع إلى 3 متر تقريبا، فكانت الموية حتى تدخل داخل السفينة. وقتها كنا قاعدين نقوم بعمل التجارب، وكان من الصعب علينا ان نركز، فمره يعني تعبنا. فايوه يعني لما يصير الجو صعب، الامواج عاليه، احيانا تصابي بدوار البحر وتقعدي مريضه كذا 2 3 ايام. بس انه خوف، يعني اني اخاف مثلا من سبحان الله، يعني لما تصيري موجوده في السفينه تحسي البحر صديق لك، أظنك راح تخافي منه نهائيا. أفراح العثمان، طالبة دكتوراه في العلوم البحرية، شكرا لك، يعطيك العافية.